بسم الله الرحمن الرحيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون تحت الكعبين. رواه البخاري.